اخد الاول استاذه سلوى من الجيزه. اهلا يا استاذه سلوى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. متشكرين قوي على البرنامج واللي حضرتك واستضفت الدكتور الانسان الخلوق. شكرا. انا بشكرك يا دكتور. العافيه. انا بنتي من ذوي احتياجات، جينا لحضرتك عملنا كشف، حضرتك رفضت تاخد الكشف، قال لذوي احتياجات ده فري عندي. تمام. فربنا يكرمك، ومتشكرين قوي قوي قوي، ودايما حضرتك يعني مدعم اولادنا، وربنا يكرمك. متشكرين يا فندم، ربنا يبارك في حضرتك، ربنا يطمنك عليها. شكرا لحضرتك، والف سلامه على بنت حضرتك. وهكذا العرفان، حضرتك تؤدي الامانه والرفق يقابله عرفان بالخير من الناس. يعني وانا بقولها على الهواء، جميع يعني ذوي الاحتياجات الخاصه بيجوا العياده عندي ببلاش، بدون حجز مقدم وبدون دور. ايضا وكبار السن فوق سن 70 برضو معفيين من الحجز والدور وقيمه الكشف. تمام. وابناء الشهداء طبعا. نعم. انا ابناء الشهداء قايلها من زمان يعني. نعم. ربنا يبارك في حضرتك ويتقبل منكم ويزيدكم فضلا وعلما ويقويكم على ما تفعلوا. اللهم امين.